أنا معايا على الهاتف كابتن محمد موسى المدير الفني لمنتخب رفع الأثقال. كابتن موسى مساء الخير. مساء الخير يا تلاميذ، ومساء الخير على كل الضيوف الموجودين. يعني اللاعبين، وأكيد أنت سمعت الكلام قبل كده، أكيد طبعا، بيتهموك إن أنت السبب الأساسي وراء ما حدث لهم، أنت اللي كنت بتديهم المكملات الغذائية التي واضح أنها يعني كانت عيناتها إيجابية كمنشطات، أنت اللي ما كانوش يقدروا يسألوك أنت بتديهم إيه، وبالتالي أنت السبب طبقا للي قالوه واللي قالته سارة سمير قبل كده في إيقاف الاتحاد المصري من المشاركة لمدة سنتين في أي ألعاب دولية. هي في حاجة بس عايز أوضحها بس يا زلاميس، يا ريت بس إيه اللعيبة بس تتكلم بهادية وتعرض الموضوع صح. احنا تم ايقاف مصر مش بسبب الست عينات اللي ظهرت في الدار الافريقيه، تم ايقاف مصر بسبب السبع عينات اللي ظهرت في اواخر 2016 في البطوله الافريقيه اللي اقيمت في مصر، وده باين في قرار المحكمه الدوليه وحضرتك ممكن ترجعي ليه. صحيح، لا ده كلام سليم، ده كلام سليم، بس هم هيتعاقبوا بعد كده. يعني هو ده ايقاف لقضيه سابقه، لكن هم بعد كده بما ان هو ثبت عيناتهم الايجابيه في المغرب فهم لسه ما تعاقبوش، ده لسه هنشوف العقوبه. لسه الموضوع استاذ رميس قايده، يعني لسه في التحقيقات شغاله لسه. وبعدين الماده اللي ظهرت مش هرمون، مش منشطات، تمام؟ الماده اللي ظهرت مثال كماين امين، تمام، ده ايقافها غير الهرمونات، ممكن الاتحاد الدولي يتساهل فيها ويكون الايقاف ست شهور. في النهايه هناك ماده ايجابيه يعني رشحت في العينه، تقول لي بقى ماده كذا وماده كذا، في النهايه العينه بقت ايجابيه قدام العالم، هذه عينه ايجابيه وهم توقفوا. استاذ لميس، احنا شاركنا في الدوره الافريقيه ب 20 لاعب ولاعبه، تمام، تم سحب 17 عينه من في الدوره الافريقيه، 11 لعيب 11 عينه طلعت سلبيه وست عينات طلعت ايجابيه، تمام. ده امر مثير شويه، يعني كل اللعيبه بتاخد من نفس المكملات، اشمعنى الست عينات دول اللي ظهروا ايجابي؟ في لعيبه لعبوا في نفس الفتره زي سمر حبشي واللعيبه حليمه عبد العظيم، نفس خدوا نفس الحاجه، لعيبه طلعت ايجابي سمر ولعيبه طلعت سلبي. يعني انت بتقول ان اللعيبه كانوا بياخدوا حاجات من وراك؟ يعني انا ما اعرفش، يعني انا ما اعرفش، تمام. احنا الحاجات اللي هم بياخدوها دي يا تلاميذ بياخدوها باستمرار من 10 سنين، ما فيش اي تغيير بالنسبه للمكملات الغذائيه. طب كباتن عايزين تقولوا للكابتن حاجه؟ طيب كباتن عايزين يكلموك يا كابتن، في عند معايا مصطفى شعبان واحمد سعد ومحمد سليم، اتفضلوا يا كباتن. الان او الجديد، الان او الجديد، المكمل ان او الجديد، مكمل الجديد ده كابتن احمد سعد، ده مكتوب عليه الماده اصلا اللي هم اللعبه توقفت بيها، والكابتن جايبها مكتوبه. لا يا احمد، الكلام ده، بص يا احمد، الكلام ده حضرتك خدت معاك العلبه وكنت موجود في التحقيق، لا والدكتور شافها، هي نفس المكونات بتاعه العلبه الجديده ولكن التغيير في الشكل. لا 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 انا لا لا يا احمد، كما الكل واخد ان او، لا مش كله، لا مش كله واخد، انا واخد سيفور. ممكن اعرف ليه؟ طيب انتوا في رايكم العينات، ومعانا دكتور حسن كمال كمان، يا كابتن محمد، انا بعدك يا دكتور حسن، ليه العينات السلبيه دي طلعت؟ يعني انا خدت سيفور. انت ما خدتش من ما خدتش من هو، وايهاب قال لي ان هو ما رضيش ياخد، نفس النظام، ورجب ما رضيش ياخد. بصي حضرتك، عشان اوضح لحضرتك، اولا المنظمه الدوليه لمكافحه المنشطات بتحذر تحذير دائم من كل المكملات اللي في سكه البروتينز ولان هو وما شابه. طب هم ثبت ان هم خدوا هذه المكملات؟ هو ده اكيد، ما هو خلاص المدرب اداهم وهم خدوا. يبقى يا كابتن موسى، ازاي اذا كان دكتور حسن بيقول انه الاتحاد الدولي بيحذر من مكملات بعينها، بناخدها ليه؟ بنديها للاعبين ليه؟ وعايز اقول لحضرتك ان العالم كله بياخد المكملات الغذائيه، صعب جدا اللي احنا نقنع اللعيبه اللي هي ما تاخدش مكملات. هم لو ما خدوش مكملات بيشتروا وياخدوا من نفسهم. لا 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 لا، ما بيحصلش. لا لا، ده في تفتيشات بتحصل على الاوضه. لا لا، مصطفى وكذا مره فتشنا في الاوضه لقينا مكملات عندكم. لا لان هو كابتن، لما عملنا تحقيق في اللجنه الاولمبيه حضرتك الدكتور اثبت اللي هي في الماده وحضرتك كنت قاعد، وممكن دلوقتي نطلع الماده ونطلع العلبه الجديده. بص يا مصطفى، انتوا اتكلمتوا اللي هي موجوده في الفيرجن القديم، تمام؟
ممكن حضراتكم تروحوا اللجنه الاولمبيه وتشوفوا البرجن القديم والبرجن الجديد، هتلاقوه هما الاثنين واحد. لا لا ده دكتور، لا في اختلاف.